ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف والد الشهيد الرائد عبد الله محمود المرسي. بعد التحية، يعني كان الشهيد له العديد من البطولات في الدفاع عن تراب الوطن وعزته ورفعته، هل لك أن تضعنا في أبرز تلك البطولات؟ عبد الله، إن شاء الله بعد ما تخرج من الكلية الحربية اشتغل، سافر على سيناء على طول، كان بيخدم في جنوب سيناء، صوت سيناء، وكان شاب محب لعمله، بيحب شغله جدا، وكان محب لعمله جدا، وكان يعني كان وكان شاب مطيع لوالديه، وكان شاب يعني كان شاب من الشباب المحترم اللي هم القلائل المطيعين لاهلهم والمحبين لعملهم والمخلصين في عملهم، وكان محب للاداء الواجب كله. يعني احنا ما كناش نعرف عنه اي شيء في شغله، ما كانش بيحكي حاجه عن شغله، وقعد فتره طويله مستمر في عمله وما كانش بيتكلم عن عمله. واخر الفتره ليه كان عنده احساس ان هو كان معرفش ان هو كان هيسيب الدنيا او كان هيودعنا، فكان دايما يعني بيرسل الحنان على كل اللي حواليه ومجامل لكل اهله وكل اللي حواليه وكل الناس، عمره ما حد زعل منه وعمره ما كان له علاقه باي حد يعني تزعله او بتاع، كان مجامل، شخص مجامل وشخص محب، شخص في الطبيعه في المدنيه انسان محب لاهله ومحب للناس، مش مسيء لاي حد، وفي شغله كان محب لشغله جدا، لغايه لما هو خلص الكليه الحربيه راح على طول على سيناء، خدم 4 سنين وبعد كده مشي على اسيوط، وفي اخر الفتره اللي هو استشهد فيها سافر لمالي، وهناك كان بيأمن المعونات الانسانيه، كان شغلته تأمين المعونات الانسانيه لاهل مالي. وربنا قدر ان هو يستشهد والحمد لله رب العالمين. وانا كنت عايز اوجه رساله شكر للسيد الرئيس وللقاده العظماء، قادتنا قياده الجيش الجيوش كلها سواء المشاة او كل العاملين في القوات المسلحه على اهتمامهم بينا، وعلى ودي يعني كان شرف كبير ليا ان انا اكرم من السيد الرئيس، وده عهدنا بيه ان هو انسان محترم محب معز ما بيفوتش اي شيء، يعني انسان مجامل، ويعني انا يعني بشكره جزيل الشكر على كل ما فعله لي ولابني، وربنا ان شاء الله يا رب يكون موفق ليه ان شاء الله ويسدد خطاه ودايما للامام ان شاء الله. وبشكر كل قاده الجيش كلهم وكل اللي شاركونا ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يجعله في الجنه ونعيمها ان شاء الله. نحسبه عند الله شهيدا. شكرا جزيلا لك والد الشهيد الرائد عبد الله محمود المرسي.